في هذه الوقفه الاحتجاجيه امام محكمه استئناف الدار البيضاء لاعتبارها الرمزي، لان اليوم كما كتعرفوا كاينه محاكمه ديال 13 مجموعه من الاساتذه، المحاكمه ديالهم بسبب تهمه التحريض على الاضراب. جينا اليوم احتجاجا اولا على مخرجات الحوار ديال وزاره التربيه الوطنيه تحت اشراف الاسد الحكومه مع النقابه الاقصى التمثيليه، وجينا اليوم كذلك تضامنا مع الاساتذه بشكل اولي، تضامنا مع الاساتذه التي يتعرضون للمحاكمه جائره بسبب تضييق عليهم في حق الاضراب. جينا اليوم كذلك باش نقولوا ان الحوار اللي دارت الحكومه مع النقابات هو حوار غير جدي لعده اعتبارات. الاعتبار الاول لم يتم تلعيب التنسيقيات اللي خرجت اليوم، اللي خارجه كتقود هذا الحراك النضالي في الساحه التعليميه سبعه او ثمانيه اسابيع. اولا مخرجات الحوار كانت فاشله ولا سرقة الى اقصى تطلعات رجال التعليم، ما كاينش زياده في الاجور، ما كاينش السحب او الاغاء ديال النظام الاساسي مع القطاعات. الحكومه اليوم فاجاتنا بحسن النيه ديالها كما تقول، واللي كتبناها في الحوار ديالها وفي الخطاب ديالها، انها اليوم كيتفاجئوا الاساتذه بالقطاعات وصلت الى 5000 درهم من الاجور للرجال ونساء التعليم، اللي جد هزيله. اليوم كانت هذه الوقفه هذه عندها واحد الطابع شويه مغاير، لاننا جينا هنايا على قدام المحكمه كنقولوا باننا حنايا كنرفضوا اصلا الاحكام الجائره اللي كتطبقها الدوله على الاساتذه اللي كيطالبوا غير بالحق ديالهم فقط. عندنا حق الاضراب اللي هو حق دستوري، عندنا سرقات ما غنسميهمش اقتطاعات، غنسميهم سرقات لانهم سرقات من اجور ديال الاساتذه. غنجاوبوا عاوتاني على الحوار ديال وزير الحكومه اخ نوش منين خرج في نهار الاثنين وكيقول بان اتفقوا وداروا التجميد ديال النظام الاساسي وكاين واحد الحوار التجميد، يعني ان بوز صافي ديك ان غندير بوز غندخل غندير لك عاوتاني بلاي وغنخدموا. هذا هو كاين الغاء وكاين سحب، هذا هو الطلب ديالنا لا غير. حنا كنعرفوا الكلمات القانونيه والتجميد كلمه، الا دخلنا المعجم ديالها باين اشنو المعجم باين اشنو كلمه تجميد. قال بان غيوقفوا الاقتطاعات المقبله، استضافوا الاساتذه اقتطاعات وسرقات مهوله في الصالير ديالهم هذا البارح واليوم اللي كنتوصوا بهم، يعني ها هو الكذوب. قال لك بان غيكون اون اميليغاسيون ديال لو سالير ديال لي زونسينيون فاك 100 درهم تكون، يعني ما كاينش شي حاجه، ما خرجوا بحتى حاجه، ما خرجوا بحتى حاجه، خرجوا بواحد السياسه ترقيديه كيقول لك غير دخل ودير لي الفروض ودخل التلاميذ وخلي قرار ديال القرارات يدوزوا ومن بعد يكون خير، كيف ما كيقولها هذه 6 سنين و7 سنين قبل الحكومات اللي قبل. حنا كنقولوا ليه دابا اليوم راه ما داخلينش دونك ما كانش عندنا واحد جواب اللي هو واضح، إلغاء النظام الأساسي أو سحبه وإلغاء الإلغاء التعاقد، يعني إدماج المتعاقدين بدون شروط، والإجابة على جميع الملفات المطلبية ديال الفئات التعليمية اللي كاينة عندهم على الطاولة، كل شيء هادشي كيعرفوه. حنا بغينا نرجعوا الأقسام، كيقول لك بأن التلاميذ ماشي بلاصتهم الزنقة، سي فغي، وتا حنا راه أساتذة ماشي بلاصتنا الزنقة، حنا بلاصتنا القسم مع التلميذ، ولادنا هما وهذوك الوليدات اللي كنقريو، حنا الشعب. حنا اللي كنمثلوا الشعب، حنا اللي كنمثلوا الوطن، حنا لي بيلي دو لا سوسيتي. الله يرحم، حنا كنقولوا ارجوكم ارجوكم انقذوا التعليم، لا لخوصصه التعليم. النظام الاساسي الان يحيي الخوصصه، يحيي الخوصصه بجميع اشكالها.